استاذ فاروق سعد، السلام عليكم استاذ فاروق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين مره ثانيه. طيب دلوقتي انا عاجل ان مرتضى منصور نزل فيديو من ربع ساعه واتكلم فيه، وكان معاه حمدي النقاز وامير مرتضى، ما هي التفاصيل؟ اتفضل. تفاصيل فعلا نزل فيديو من شويه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع حمدي النجاز وامير، اتكلم في البدايه وقال ان احنا انهينا العقد مع حمدي النجاز بالتراضي وخلصنا كل حاجه، وبنقول لحمد النقاز احنا كده الموضوع خلص خلاص مفيش اي مشكله، واللاعب اهو يتكلم. فحمدي قال انا بشكر جمهور الزمالك وبشكر رئيس نادي الزمالك وحظ اوفر ليا وليكوا، امضي يا حمدي. ماذا حمد النجاز خلاص على التسويه تمام. رئيس نادي الزمالك بقى خد هنا الكلمه تاني وراح قايل ادينا اهو كان عندنا مشكله مع حمد النجاز وخلصناها، وكان فيها ابو طيب ومش عارف ومين وخلصناه، وكان عندنا طارق حمد وابو جمال وكان عندنا لعيبه كلها وخلصناه وبنتصالح مع الناس كلها. مش هقول لا، طب خلاص بقى يا حمدي انا جد انا وراك للمحكمه هنمشي، بنتصالح وبنخلص اهو. كلام الكابتن الاسطوره الكبير كابتن محمود الخطيب، الناس هي بتتصالح والناس بتبقى مع بعض والمواضيع بتعدي وبتخلص، مش هنفضل كده على طول ومش هنفضل في المشاكل دي على طول تمام. وبعدين لان دلوقتي اي كلمه يقول لك انت مرتضى قال واعمل ومش عارف ايه وبتاع والكلام من هذا القبيل. فهو احنا صالحنا مع الراجل وخلصنا مع كذا لعيب وبنخلص قضايانا وبنخلص كل حاجه. ليه احنا عايزين نفضل مشاكل؟ ليه ما نعيش في سلام ونعيش في هدوء؟ لازم مشاكل وقضايا. بعدين دخل وقال زي برضو مش ماسكين حاطيني في دماغهم، جابوا اللاعب اللاعب اللي كان في الزمالك الاجنبي. انا مالي اللاعب ده ماشي عندي بقاله سنه مش سنه، انت جايب لاعب عشان تغيظني انت بتضايقني؟ لا انا على فكره اللاعب ده عرضناه على احمد مرعي المدير الفني بتاع السادة، قال لك انا مش عايز، يعني هو كان معروض علينا واحنا اللي رفضناه، والاهلي الاهلي راح جيبه فاكرين ان هم هيغيظوني كده وهيغيظونا وهيضايقونا ومش عارف ايه. زي ما برضه راحوا جابوا المدرب بتاع الباسكت بتاع السله الراجل الاسباني ده، وفاكرين يا جماعه راجل مشي من عندي ونهى عقد وانا اعمل له ايه؟ ما يمشي يروح في اي حته هو حر. هو زي ما خد كهرباء وقلت له خد عليه، راح عامل كده خد عليه 100 بوسه. دلوقتي كهرباء ايه؟ 50 مليون جنيه غرامه، ما تدفعهم له بدل ما انت مش بدل ما انت مش عايزين تدفعه عايزين تتخلوا عنه، ادفعوا الغرامه الكهرباء تمام؟ قال بقى هاجي الموضوع تاني، موضوع الولد قمح الدولي. الولد قمح الدولي والحوار اللي حصل طبعا والاغماء واللي فيه لاعب من جمهور الزمالك اللي هاجمه واللي اتكلم عليه واللي اتريقوا وتنمروا عليه. فقال الولد يعني طلع اتكلم مع الشيف جمعه وهو ولد مذيع اهلاوي محترم وعيط وقال شويه الكلام اللي قاله. انا اعتذرت له قدام الناس واتكلمت وطلعت اتكلمت مع خالد الغندور وعيدوها تاني يا جماعه لو عندكم، وبدات اعتذرت له يا حبيبي ما تزعلش ومش عارف ايه، وطيبت بخاطره طيبت بخاطره ماشي. انا شفت وانا عملت ايه، انا بقيت كبير وعملت ايه، واللي انا عملته ان انا اعتذرت ماشي. مش زي سيد عبد الحفيظ اللي طلع اتكلم عليا والفيديو طلع وهاجمني ومش هاجمني وفي الاخر بعد الفيديو ما يتحذف عشان قله الادب اللي فيه يرجع الخطيب يذيعه تاني بدل ما يطلع ويعتذر ويقول احنا اسفين على اللي قاله سيد عبد الحفيظ رئيس نادي الزمالك والكلام ده. لا طب يعيده تاني. عرفت الفرق بيني وبينك يا خطيب؟ عرفت الفرق بيني انا وانت عامل ازاي؟ كمان قال لك قمح كان المفروض انا قلت له يا ابني تعالى الساعه 6 نادي الزمالك 6 ونص واحنا مستنيينك في نادي الزمالك. الولد ما جاش، هددوه في النادي الاهلي وقالوا له لو رحت الزمالك مش هتخش النادي الاهلي تاني، والكادري مدي لك عشان تخش المباريات مش هتخش بيه تاني. وشريف جمعه كلم الناس في النادي الاهلي وقلت له خلاص يا عم خليه يروح النادي الاهلي الناس يرضوه. كلم المدير التنفيذي في النادي الاهلي وهو شريف جمعه راجل مذيع اهلاوي، يروح يسالوه وتاكدوا من الكلام اذا كان كلامي صح كلامي صح ولا غلط. بيقول شريف جمعه بيقول لي انا كلمت المدير التنفيذي للنادي الاهلي بقول له قمح وانتوا بتقولوا ما يخش لو راح الزمالك مش هيخش الاهلي تاني والكلام ده. طب خلاص فضول النادي الاهلي وكابتن خطيب بيقابله، فراح سعد شبابي قايل له او هو بقى بيقول المدير التنفيذي المدير التنفيذي راح قايل له لا انا اتكلم كابتن خطيب الاول ونستاذنه وبتاع. استاذن مين يا عم؟ ده عيل غلبان وعيل بركه مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. بيقول الرد اللي جه لشريف جمعه لا ما يجيش اصل هو شؤم علينا، احنا بنتشائم منه، احنا بنتشائم من دخول النادي ولما بيجي النادي بتشائم من مين؟ ده عيل البركه ومش عيل البركه، انا اتمنى انه يجي الزمالك مش يجي الزمالك ونشيله فوق راسنا. انتوا بتعملوا كداري مع الناس وانتوا بتتصرفوا كداري مع الناس. راح بقى لاخر حاجه في الموضوع وقال اشرف بن شرقي، عمال يقول لك اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي. ما يروح يا جماعه، هو مش مشي اشرف بن شرقي من عندي، يروح الاهلي يروح بيراميدز يروح اي نادي، انا اعمل ايه يعني؟ هو عايز يكلمه كل شويه خلال ساعات اشرف بن شرقي جوه نادي الاهلي. اقسم بالله اشرف بن شرقي ما ماشي من الزمالك لا بسبب فلوس ولا بسبب شرط جزائي ولا اي حاجه من الكلام ده. اشرف بن شرقي ماشي لان هو مش عايز الجو هنا، عايز يغير جو تاني.
انت بقى تروح تجيبه وعمال تغريب ملايين الملايين الملايين، انت حر، انت كده هتضرب اوضه اللبس عندك. لما تجيب لعيب انت عمال تغريب ملايين الملايين الملايين، ما تجيبه يا عم انا ماليش دعوه، بس انت هتجيبه هتبوظ اوضه اللبس عندك، وشوف بقى هتقدر تتعامل مع اللعيبه بتاعتك ازاي لما تجيب لعيب زي اشرف بن شرقي وتغريب كل الملايين اللي انتوا عمالين تتكلموها فيه تتكلموا فيها دي. انا مرتضى منصور انا راجل شغال من سنه 92 وانا عضو مجلس اداره، ومش عارف سنه كام بقيت ايه وسنه كام بقيت ايه، وقعد يعد حاجات كده كتير يعني، وقال اللي عايز يتعلم الاداره عايز يتعلم الخبره يجي لي، مش عارف تدير ومش عارف تتعلم الاداره ومش عارف تتعلم الشغل، يا عم اسمعني كده، تعالى وانا اعلمك، تعالى وانا اعرفك تمشي الدنيا ازاي. وراح قفل الفيديو على كده. شكرا جزيلا يا استاذ فاروق. لحد حضرتك يا استاذ فاروق. ده معاكم اي حاجه عاجله يا جماعه احنا على طول مباشرة ما بنستناش، اي حاجة عاجلة احنا ما بنستناش، احنا ما بنستناش، احنا ما بنستناش، بنجيب لكم العاجل على طول علشان تبقوا معانا في الصورة اول باول. ده كلام مرتضى منصور بالتفصيل. هاني زاده قرر ان هو يرفع قضيه علشان يعزل مرتضى منصور. السبب ايه؟ قال لك ان الحكم لما طلع في الاستئناف المقدم بحبس مرتضى منصور سنه في قضيه الخطيب، الحكم لم يلغى ولم يحصل مرتضى على براءه، وانما تم تأييد الحكم ولكن تم ايقاف تنفيذه عشان سنه. هو بيقول كده يعني عشان هو فوق السبعين، هو 71 سنة ما تنفذش، ده كلام هاني زادة. فعلشان كده الحكم سائر وينطبق عليه قانون الرياضة بالعزل. طبعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع الكابتن مجدي عبد الغني طلع قال الحرامي اللي عايز يعزلني، يقصد هاني زادة، وقعد يلمح ومش عارف ايه. عارف انت موضوع هاني زادة اللي بيفكرني بيه؟ يعني انا عايز اقول مش هاني زادة، عايز اقول ايه؟ هاني باشا الجزار ولي عكا. والله العظيم ده بيفكرني ايه، احمد باشا الجزار كده ولي عكا، مش عارف ايه حكايه احمد باشا الجزار ولي عكا معايا، بس ده هاني باشا الجزار ولي عكا. فجاه هاني زاده طلع افتكر الامانه والشرف والاحترام وعايز يعزل مرتضى منصور. تخيلوا. طب عارف انت في القضيه دي يا هاني باشا الجزار ولي عكا هينطح مين؟ في وجهة نظري محمد علي، يعني اعتبر هاني باشا الجزار ده ولي عكا قصاد محمد علي ولي مصر. طب يقدر الوالي يقدر حد يعزل الوالي؟ يعني موضوع كوميدي اقسم بالله العلي العظيم. لا انا بس عاجبني ان هاني زاد افتكر الشرف والامانه. تربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينصرني نصر عزيز المقتدر والله العظيم على الناس دي، والله العظيم حاجه مضحكه. يعني هاني زاده تحول الى اضحوكه. يا عم انتوا كنتوا بتفكروني هاني زاده والحسابات، فكروني بحرام الجزم اللي راح سرق الجامع. يعني حرام الجزم ما لقيش حاجه اسمها راح سرق جزم الجامع. ما ينفعش هاني باك الجزار ولي عكا يخطب بينا الجمعه يا جماعه، هم الائمه ماتوا. ما ينفعش ناس بتقول لي اقف جنب هاني وناصر، ما ينفعش. يا ناصر مين؟ في من تناصره يزينك ومن تناصره يشينك، يشينك بن يهودي يا عزرا يا عزرا يا عزرا. اضحكتني يا هاني باشا الجزار ولي عكا. والله العظيم ده تعليقي بس عن القضيه. وعايز اقول للاستاذ هاني زاده والنبي، تعرف تقول بيستك نو؟ النبي تعرف تقول بيستك نو؟ لو تعرف تقول بيستك نو وقولها 6 مرات ودي لك 75 جنيه تجيب بيهم ايس كريم ومانجا من عند فرغلي.